الامير تركي الحضور الجماهيري بندر ترى بدا في الخطوه هذه واعلن ان اعتقد في البطوله العربيه اللي كانت في القاهره عن سعي الاتحاد العربي في خطوات متقدمه الى ان اعتراف الاتحاد الدولي بالبطولة. ليش؟ يعني هو من المسائل اللي هي تكسر هذه الحده او هذا العرف اللي موجود في فيفا ان تشارك بعض الفرق الغير عربيه من اسيا او كضيوف او 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 من افريقيا نعم كضيوف في البطوله فريق او فريقين عفوا فريقين او اكثر ربما يشاركون في هذه البطوله لكسر يعني العرف اللي موجود في فيفا او الشرط اللي اللي موجود في هذه ممتاز. البطوله لانه هي في آلية لأنه زي أمريكا اللاتينية مواجهات أمريكا اللاتينية وبطولة أمريكا اللاتينية برضه نفس المطابق مشابهة للبطولة العربية وأحيانا أعتقد حتى حق المنتخبات وشارك أعتقد مرة المنتخب الياباني أو في أشياء لكسر الشروط اللي موجودة في هذا الجانب لكن المسائل موجودة للاعتراف بهذه البطولة وأخذ مرئيات الفيفا في هذا الجانب لأنه لو اعترفت الفيفا اعترف بالبطولة العربية معناته حيعترف بالبطولات الأخرى الذي ينطبق عليها شروط إضافية لتعديل الشروط اللي موجوده في البطولات اللي هي الاقليميه يسمونها تاكيد كلامك محمد كوبا امريكا شاركت فيها اليابان فهذه من الاشياء اللي محاوله كسر الـ 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 الشرط اللي هو العرقي او الشرط الجغرافي او الشرط الاقليمي هذه واحده من الشروط اللي هي مهمه للفيفا اللي تحد منها الاعتراف بهذه البطولات مستواها ابو خالد وغير لا المستوى ما حد ياخذ بالمستوى ما هي مساله المستوى هي هذه الشروط الاعتبارات اللي حطتها الاتحاد الدولي حط الاتحاد الدولي لكره القدم وهناك في مساعي وربما تتطور اكثر ممكن الان حاليا ما ياثر عليها المستوى الفني للبطوله يعني ممكن